مشكلتنا احنا البناء يريدون يبنون وما خلاهم يبنون، قاعد يفلشون، يريد يبنى ما خلوه يبنى، يريد يبنى ما خلوه يبنى. يا منطقه هذه؟ هاي منطقه العبور، بس اكو عالم بنات اكو عالم ما بنات، هم جو فلشوا قبل عاد تكعيبات جو فلشوها. شنو مطالباتكم؟ والله مطالبات العالم تبنى تقعد، وين تروح؟ تقعد اجارات؟ هو كعب يبنى. هذا يريد هو بلغوكم قبلها قبل ما والله جو افترى قبلها، بس احنا شنو يعني مو تقول قاعد يعني تجاوزات، هي زراعيه. هم يقولوا ماكو بناء بس ماكو تمليك، عم شغل التمليك ما تمليك ماكو تمليك، ف جو والباين فلشون تكعيبات فلشوا هياكل فلشوا يعني مو مكان واحد على كل المكانات. ناس عمو عصمنطين مهله شهر عام تبنى، زين هسه انت بنيت شهر وما قدرت تصب، عقول يجي يفلشونك النوب؟ هي هاي ما نعرف ما ندري، هسه احنا نبنى نظل ما اعرف. ونرجى المساعده مثل ما اقول من السماح، انه الناس تريد تاهل بيوتها مثل ما اقول، وناس ما معمره يعني الاغلبيه ما معمره، مشتري قاع وما يقدر يعمرها، ناس تقول على مدة التمليك، ناس تقول مو داخل البلديه، ناس تقول خارج البلديه، ما يعني ماكو حاله 100% يعني انها تثبت. هي لا القاعه هذن الاراضي زراعيه. فما نعرف شلون راح الامور تصفى وتصير. والله مطالباتنا يعني مثل ما اقول يسالوا يقولوا للناس القاع هم تملك، ما حد يعني يستعجل ولا حد يعمر ولا شيء، لما القاع تملك لاصحابها يعني. فهذه الامور صارت مشكله عند العالم يعني، الما عنده قاع يعني بايع سيارته وامم الدين ومشتري له قاع، واذا تصادرت القاع يعني هو رايح مضيع الحالتين يعني. هاي ارض زراعيه، كل هاي العبور ارض زراعيه. او اخذناها منهم، جو قالوا ما تعمرون، قلنا ما نعمر. جو خذوا لهم يومين، جو على التكعيبه. مو بس هي، كلها دعوها. فلشوها؟ اي فلشوا ذاك كل من قاعد يفلشوا. زاد احنا وياهم يلا بالمراجع والمدري شنو، يلا بطلوا عاد عندنا ولا قال كل شيء.